السلام عليكم، أهلا وسهلا. سؤال مهم يعتبر من أهم الأسئلة اللي الإنسان يسألها نفسه، رغم أنه شكله بسيط لما تسمعه تحس أنه بسيط، ولكن لما تجاوبه بصدق ووضوح مع نفسك تجد أنه من أصعب الأسئلة. بيخليك تفكر كثير، تهوجس كثير، وبيأثر عليك كثير التأثير اللي ممكن يغير وممكن ما يغير. هل أنا موجود؟ وهل وجودي صح أو لا؟ سؤال هل أنا موجود أو هل أنت موجود، يمكن كثير من الناس يعتقد أنه سؤال عادي، ولكن في عمق هذا السؤال تفاصيل مرة كثيرة بحاول أعطيك إياها في هذا الفيديو، وهي اللي بتخليني أنا وياك اليوم نبحر في فكرة أن الإنسان يكون وجوده فعلا مؤثر في كل شيء. الخطوة القادمة، خلني أول شيء أعرفك عن هذه السلسلة لو أنت أول مرة تشوف هذا الفيديو. هي سلسلة من الفيديوهات التطويرية تساعدنا كلنا نحن نفكر كيف نروح لخطوة قادمة أفضل في حياتنا. سلسلة خطوة قادمة هي منقسمة قسمين، قسم أنا سولف عليك ونتعلم أنا وياك من بعض، والقسم الثاني هو لقاءات، تجيب ناس خبراء في هذا المجال ونقابلهم ونسمع منهم وشلون هم وصلوا للمرحلة اللي هم فيها وكيف انتقلوا في الخطوات الرائعة في حياتهم. لقاء الخطوة القادمة يصور في منصة جيم، وإن شاء الله تحضرون معنا وتشرفونا. لو ودكم تعرفون متى تقام اللقاءات لأنها حضورية وتنقل على اليوتيوب، تابعوا حساب منصة جيم وتابعوا حساب شركة نبذة، هي اللي تنتج هذا اللقاء، وأنا متأكد أنك بتشوف لقاءات جدا رائعة. ولو أنت في الرياض وحول الرياض تقدر تحضر معنا في أي وقت، لأن في لقاءات قادمة جدا مميزة. في الخطوة القادمة بالعادة أنت ما تسمع شيء من الخيال ولا تسمع شيء ساحر، أنت بالعادة تسمع شيء بديهي ولكنه يعتبر من البديهيات النادرة اللي أنت تعرفها بس أنك ما تسويها. فالخطوة القادمة هي تجيك من باب التذكير وتحرصك على أن هذه النقاط البديهية اللي في حياتك اللي أنت ما شفتها واللي تعتبر من البديهيات النادرة أو البديهيات الصعبة بتذكرك فيها وبتخليك فعلا تنتبه لها أكثر، لأنها بتفيدك بحياتك. نحن نقدر اليوم نطور حياتنا من حياتنا، مو بلازم نجيب شيء من السماء عشان نتطور فيه أو شيء مهم موجود حولنا. طيب خلنا ندخل في الزبدة. كل إنسان اليوم له صفات معينة تميزة عن غيره، وله أفكار تميزة عن غيره، وله أسلوب حياة تميزة عن غيره، ولكن في شيء يتفق عليها الكل بأنه مهم في حياة أي إنسان، واللي يقول مو مهم هذا إنسان فعليا لا تعني له الحياة ولا يبغى هو أنها تعني له، اللي هو التواجد. إيش معنى التواجد؟ التواجد أنه يكون وجودك في الأشياء في حياتك مهم جدا ومؤثر وله قيمة ويعتبر إضافة لك وللناس اللي حولك في كل شيء. أول شيء تواجدك مع نفسك، تواجدك في المجتمع، تواجدك مع أقاربك، تواجدك مع عائلتك، تواجدك مع زوجتك، تواجدك مع عيالك، تواجدك في عملك، تواجدك في هوايتك، تواجدك في كل شيء. هل هو مهم؟ هل هو مؤثر؟ هل أنت اليوم إنسان لك قيمة في كل هذه الأشياء؟ وجودك مهم؟ يرجعون لك في أغلب الأشياء؟ يفقدونك إذا غبت حتى لو وقت بسيط؟ أو إنسان وجودك ما له أي معنى ولا له أي قيمة ولا له أي فائدة؟ أنت اللي تروح وكل شيء يمشي زي ما هو ماشي وأنت مالك أي إضافة فيه. ترى هذا سؤال عميق جدا يخلينا اليوم نرجع ونفكر في تفاصيل كثيرة في حياتنا، لأنه كثير من الناس اليوم يمتلك مقومات كبيرة في حياته، يقدر يكون متواجد في أي مكان ولكن للأسف ما هو موجود. بالعكس إذا صار موجود يصير وجوده سيء، ودك إنه ما هو موجود أصلا خلقة، فما بالك إنه موجود ومؤثر في كل حاجة. وأنا متأكد الآن وأنت تسمع كلامي في ناس طروا على بالك كثير، في عائلتك مثلا في ناس في العائلة للأسف وجودهم سلبي أكثر من إيجابي، بعض الناس كأنه ما هو موجود بس إنه موجود، ولكن بعض الناس وجوده مسوي موازنة مهم جدا. حتى مو بلازم يكون عصبي وحار ومالي المكان، لا لا لا، ممكن يكون ساكت بس وجوده مهم، لا صارت مشكلة هو أول واحد ترجع له. الإضافات في هذا الشيء هو اللي بادر فيها، والتغييرات هو اللي ساهم وراها، حتى في نجاح الناس اللي موجودين تلقى هو له يد. وقس عليها على باقي الأشياء اللي بدخلك الآن في تفصيلها. في نوعين من التواجد وفي أكثر، لكن أنا اللي في بالي الحين هذه النوعين. في نوع من الناس يبي يكون متواجد ويستعجل ويبحث دائما عن الحلول السريعة ولا يفكر في مستقبلها، فأهم شيء أنه يتواجد فيصير متواجد بشكل خطأ في كل شيء، وأنا متأكد الآن طروا على بالك ناس. وفي ناس ما يعني له التواجد لكن يعني له ما يقوم فيه،
العمل اللي هو يسويه ولا ينظر لما بعده، فسبحان الله تجده لا إراديا هو إنسان موجود. خلنا نفصل فيها أكثر وناخذ الأشياء اللي مهم الإنسان يكون له تواجد فيها، وبناخذ كل واحدة منها على هذول القسمين. التواجد المجتمعي، في بعض الناس دائما يبحث عن قيمة في المجتمع بشكل خطأ، فللأسف هذا الشيء يضره. وفي ناس سبحان الله تجد وجوده المجتمعي عالي جدا ومؤثر، حياته الاجتماعية رائعة مشكلة مميزة، تلقى تتمنى أنك تكون صديقة، تلقى حتى لو أنك أول مرة تقابله يأسرك ياخذك، تحس أن تتمنى شخصيتك زي شخصيته. التواجد في العمل، في بعض الناس وجوده في العمل له قيمة. أنا أذكر قصة واحد من الأصدقاء دخل في وظيفة هو رجل في يعني بداية مرحلته الوظيفية، ولكن لأنه إنسان متواجد كمبدع ومفكر وصنع قيمة من البداية، في فترة قصيرة خلال سنتين أو ثلاث سنوات الشركة هذه ما عاد تقدر تستغني عنه في هذا القسم اللي هو ماسكه، لأنه فعلا صنع تغيير فيها. فجو عرضوا عليه أنه يبقى معاهم لمدة 5 سنوات مقابل أنه يأخذ حصة من هذه الشركة. فعلا جلس معهم 5 سنوات، بعد 5 سنوات قيمت الشركة بمئات الملايين واستحوذت عليها أحد الشركات العالمية، ولو بقول اسمها الآن أنت بتعرفها، هذا الرجل طلع له 10 ملايين منها. هذا كان متواجد وقس عليها أشياء كثير. بالمقابل في ناس في العمل تتحسف أنك اشتغلت معه، حتى لو أن القطاع مو بنت اللي تملكها، حتى لو كنت موظف مثله أصلا، بس تتحسف أنه جنبك، لأن أصلا ما له وجود، ما له أثر، إن غاب ما حد يفقده، وإن جاء ما حد يفقده، في كل الأحوال ما حد درى عنه. لكن في بعض الناس سبحان الله تجده ساكت ولا يتكلم، لكن سبحان الله وجوده مؤثر في قطاع العمل بشكل مو عادي. حتى في البزنس في بعض الناس يملك المشروع لكن مع ذلك ما هو موجود، مصيره خسارة. في بعض الناس سبحان الله رغم أنه صاحب البزنس لكن وجوده مهم، صانع فرق في هذا المجال، مو بأي شخص، حتى اللي يشتغلون معاه تلقاهم من طلعوا بعدين لمكان ثاني متعلمين منه، يحس انهم يفقدونه اذا راحوا، رغم انهم هم راحوا المكان احسن، قد يكون براتب اعلى، ولكن يفقد وجوده مع هذا الشخص. العائلة، التواجد في العائلة جدا مهم، كونها تعتبر هي الركن الاساسي في حياة اي انسان، هي اللي تخليك ترتاح وهي اللي تخليك ما ترتاح. الحياة الزوجية، التواجد فيها مهم جدا، وقس عليها على باقي الاشياء الثانية في حياتك. المتواجد رجل يرجع له في الأمر، يشاورونه، يصنع تغيير، يصنع تأثير، ويصنع فارق دائما في كل هذه الأشياء اللي احنا ذكرناها. والآن نبي نفصل تفصيل أكبر في عملية التواجد. لكل منطقة أو لكل مرحلة أو لكل خانة طريقة تواجد معينة، في الحياة الزوجية شكل، في العمل شكل، في المجتمع شكل، في الصداقات شكل، في النادي شكل، في العائلة شكل، وقص عليها كثير. ولكن في صفات مشتركة للتواجد في كل هذه الأشياء. قبل أنا أقول لك اللي في بالي، أنا سألت الشباب في شركة نبذة ومنصة جيم عن التواجد، وش تنصحني فيه عشان أكون متواجد، فأخذت لكم كذا جولة رهيبة أخذ رأيهم في عملية التواجد. كذا بسمع إيش يجاوبون علي. شو نسوي واحد عشان يصير موجود؟ أنا ما أعرف أتكلم قدام كاميرا أبو فيصل. ناصر، هلا. إيش يسوي الواحد عشان يصير موجود؟ يسوي اللي عليه. يسوي اللي عليه. إيه يسوي اللي عليه ويخلص شغله عشان يصير موجود. في الشغل هذا قصدك؟ إيه نعم في الشغل. في الحياة العامة؟ في الحياة العامة إنه يترك ما لا يعني. سلام، هذا الرب الحلو. عبد الله. هلا بالشيخ. سؤال فيه شوية لخمة. لخمة؟ إيه، وش يسوي الواحد عشان يصير موجود؟ يكون منطقي. سلام. منطقي، لازم يكون منطقي عشان يكون متواجد. مثلا يسوي شيء بطريقة مختلفة عن اللي الناس الموجودين. نفس الشيء ممكن، نفس الأثر بس بطريقة مختلفة. يا سلام. أحمد؟ يسوي الواحد عشان يتميز. نعمل له ترويج إعلانات. أبو سما، المدير المالي الكبير، الله يسعد قلبك، الله يخليك. وش يسوي الواحد عشان يصير موجود ومتميز؟ بصمة بتيجي عن طريق الاجتهاد وعلم. السلام عليك. حلو. قل لي إيش يسوي الواحد عشان يصير متميز في تواجده، يصير موجود له تأثير. أوكي. هو أصلاً لازم يشتغل على الحضور في المكان، إنه يحضر، إنه يفهم إيش اللي صاير هذا، لكن عشان يكون موجود
يصنع تأثير تغيير في الناس اللي في حوله. يعني إذا كان أحد حولي يحتاج الرحمة يكون معه، وإذا كان أحد يحتاج تحفيز يكون وراه. طيب أبو حميد. سارة هلا وسهلا. وش يسوي الواحد عشان يصير موجود؟ يسلم وين ما يروح ويقلل تشره. تشره ما يتشره، لا يتشره ولا يعاتب ولا يلوم. سلام. نجي هنا عند البوست برودكشن. عبد الله سام، وش يسوي الواحد عشان يصير موجود؟ يكون جيد بالتواصل، يظهر كثير بالاجتماعات العائليه، ما يقعد بالزاويه كذا يندس. يندس. سلطان. يمكن شيئين اشوفها اساسيه. اول شيء المبادره، انه يبادر لما يشوف احد محتاج، احد محتار بشيء يبادر بانه يساعد او يوجه له نصيحه. الشيء الثاني اللي هو الاطلاع، يكون مطلع بشكل كبير على اللي قاعد يصير في مجالات مختلفه، عشان لما يشوف احد يتعرض لموقف او محتار بشيء يقدر يبادر انه يساعده لانه عنده معرفه ومطلع عليها. هذا فيديو ولا صوره؟ فيديو. وش يسوي الواحد عشان يصير وجوده له اثر موجود؟ يعني يبتكر، يطور، يحلم. يا سلام. طيب خلوا نوريكم. طبعا هذا اللوكيشن اللي احنا نصور فيه، انا جالس هنا الحين وانا قاعد اسولف عليكم. هنا الشباب خلف الكاميرا. شباب على يا هلا. وش يسوي الواحد عشان يصير وجوده مؤثر؟ طيب احنا ما بعد صورنا حلقه للحين. ها ايه، شو يسوي عشان يصير وجوده مؤثر؟ يصير وجوده له قيمه، يسوي شيء يذكرون الناس فيه بعد ما يموت، يسوي خير. يا سلام. حلو. فهد وش السؤال؟ وش يسوي الواحد عشان يصير وجوده له قيمه؟ يعامل الناس تعامل كويس ويحاول يثبت نفسه. هذا السؤال؟ اني بركب هذه انا. ما سمعت. وش يسوي الواحد عشان يصير تواجده مؤثر؟ يحاول يسعى ويجتهد انه يسوي، يبحث عن شيء يطوره. يا سلام. صدق الفهد اخوي. فهد اخوي. طيب انا ما ازيد على كلام الزملاء شيء، ولكن ودي اضيف اضافات من عندي وافصلها بشكل دقيق اكثر. اول صفه مشتركه في عمليه التواجد وهي اللي ضروري انها تتوفر عندك هي المعرفه. المعرفه دائما تجعل للانسان قيمه في اي مكان. تكلم عن الثقافه، تكلم عن العلم، تكلم عن المعرفه اللي ممكن ياخذها من تجارب مر فيها في حياته، ممكن المعرفه اللي اخذها من عدد حلقات البودكاست اللي يسمعها وهو رايح للدوام وهو جاي. يكون عنده عالم كبير جدا، معرفه ضخمه جدا داخل عقله تقدر تستفيد منها في اي مكان، ويقدر هو يوظفها في هذه المناطق اللي تكلمنا عنها، سواء هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. سبحان الله، حجم المعرفه اللي في راسك يجعل لك قيمة. بعض الناس تلقاه يضحك ونيس ورهيب، وإذا جلس معاك ما ودك إنه يسكت، ولكن في مرحلة من المراحل قد لا يكون هو الشخص اللي وجوده له أثر. يمكن لو غاب ما تفقده، بس بتجيك لحظات بتقول يا ليت فلان فيه يضحكنا، بس فعليا وجوده ما هو مؤثر، ما هو متواجد دائما. ليش أنا أخذته على سبيل الضحك مثلا؟ لأنه مثال يضرب فيه دائما، ولكن أنا أتكلم عن المعرفة. حتى وإن كان إنسان ما يضحك، يمكن إنسان بعض الأحيان ساكت ما يتكلم، لكن سبحان الله حجم المعرفة اللي عنده يخليه متواجد. الصفة الثانية اللي مهم جدا أنها تكون فيك، أو الصفات الثانية، هي المهارات الشخصية. كل ما الإنسان أصبحت عنده مهارات شخصية قوية جدا، كل ما أصبح وجوده له تأثير في كل هذه الأشياء. من ضمن المهارات الشخصية هي عملية التواصل مثلا، التواصل الجيد، ودخل تحت التواصل حسن الخلق في التواصل، الأدب في التواصل، اللطف في التواصل، سواء مع الزوجة، مع الأم، مع الأب، مع الصديق، مع الزميل في الدوام، مع كل شيء. لأنه أحيانا المهارات الشخصية هذه ممكن تكره الناس فيك ولا تبغاك انك تكون موجود، ممكن تحبب الناس فيك وتخليك وتتمنى انك دائما موجود. من ضمن المهارات الشخصية لغة الحوار. الإنسان أحيانا كل ما أصبح محاور رائع، يعرف متى يسأل ويعرف متى يسمع ويعرف متى يخاطب، يعرف متى يسكت، يعرف متى يجاوب. من ضمن المهارات الشخصية التحدث بطلاقة. ترى المتحدثين لهم قيمة في المكان اللي هم فيه، يحبونهم الناس، والتحدث ما هو يعني ما هو شيء مستحيل على الكل. تقدر أنت اليوم تطور مهارات التحدث عندك، تسمع متحدثين، تشوف مثلا حكي عندنا في منصة جيم، تشوف تيدكس، تشوف متحدثين بارعين، تجرب مرة مرتين ثلاثة أربعة لحد ما تطور مهارات التحدث عندك اللي أصلا أنت مستنتجها من المعرفة. لأنه الإنسان كل ما تحدث
بمعلومات يعرفها، كل ما تحدث من كم هائل من المعرفة اللي تخاط في رأسه كل ما أبدع في عملية التحدث. كنت تكلمنا قبل في واحد من الفيديوهات أنه سبحان الله اللي يجعل لسانك طلق هو أنك تعبي ثلاث أشياء، تعبي رأسك وهنا المعرفة، تعبي معلومات وتقرأ وتبحث وتشوف بودكاست تشوف كل شيء. شيء ثاني أنك تسمع كثير، كل ما سمعت أكثر كل ما تحدثت أكثر. شيء ثالث أنك تعبي عينك، تشبع بصرك، تسافر تروح تجي تشوف، تشوف فيديوهات تشوف كل شيء. تشبيع البصر سبحان الله يجعل لسانك طلق لأنك تتكلم في أشياء شفتها وسمعتها وعرفتها، وقس عليها على باقي الأشياء اللي تطور المهارات الشخصية اللي موجودة عندك. أيضا من الصفات المشتركة الرائعة جدا حسن التعامل، حسن الأخلاق، خلنا نجمعها تحت مسمى الإحسان. حسن التعامل مهم جدا جدا جدا. بعض الناس تلقى عنده كم من المعرفة عالي وعنده مهارات شخصية جدا رائعة ولكن عنده سوء في التعامل، هذا ودك إنه ما يصير موجود. وبعض الناس سبحان الله يفقد لأشياء كثيرة في حياته ولكن بسبب حسن تعامله معك تحبه وتتمنى دائما أنه موجود، لأنك متوقع منه حسن تعامل في أي موقف ممكن يواجهك في حياتك سواء إيجابي ولا سلبي. من الصفات المشتركة كذلك الصبر وطولة البال. أحيانا بعض الناس عندهم كل شيء رائع لين تصير مشكلة، إذا صارت مشكلة لأن ما عنده صبر أو ما عنده طولة بال كل شيء يخرب. لكن بعض الناس سبحان الله قيمة تواجده في صبره وفي تغاضيه وفي سكوته وفي يعني في الطريقة اللي هو قاعد يتعامل فيها مع صبره. آخر شيء من الصفات المشتركة المهمة في التواجد هي العناية الشخصية بمختلف أشكالها بمختلف أنواعها، ابتداء من راسك إلى رجولك وداخلك. يفرق صراحة الإنسان اللي معتني بنفسه وفي مظهره وفي هندامه وفي رائحته وفي كلامه وفي كل شيء، العناية الشخصية بشكل كامل. ويفرق أيضا الشخص اللي ما هم مهتم، أحيانا ترك تأخذها أحيانا لما تروح مع شخص المكان عام ومعك واحد مهتم وغير مهتم، ترى اللي مهتم سبحان الله يعني تحس مظهره يجملك، بعضهم ينكبك لما يتكلم وتقول ليته ساكت، بس على الأقل هو ساكت مظهره زين وموره طيبة. أحيانا بعض الناس عنايته في شخصيته وفي نفسه وفي تخليك ترتاح من جنبه، تشم ريحة حلوة، تشوف مظهر زين، شكل مرتب، لبس مرتب، مو بلازم يكون براندات، أقصد أنه أهم شيء أنيق وهذا هو المهم. وهذه واحدة من الصفات المشتركة في كل هذه الأشياء اللي أنت مهم جدا أنك تكون متواجد فيها. الباقي يتعلق في أنك تكون متواجد في كل مكان له أسلوب مختلف. في الحياة الزوجية في أشياء كثيرة أنت لو بحثت عنها وطبقتها راح تقدر تعلمها، في العائلة حتى في العمل. العمل يحتاج أنك تعرف وش العمل اللي أنت تسويه، وين نقطتك فيه، وين مركزك فيه، ثم نقص عليها باقي الأشياء اللي أنت لازم تسويها من الاجتهاد والبحث والمعرفة والتطوير والأشياء الزيادة اللي تخليك فعلا متمكن ووجودك مهم ومؤثر في هذا المكان. خلينا ننتقل من المرحلة هذه ونروح لمرحلة ثانية اليوم للأسف أصبحت تؤثر على التواجد، اللي هو التواجد في العالم الرقمي بشكل عام. وهذا الشيء ترى أثر على ناس مرة كثير. أذكر في كتاب اطلعت على بعض النقاط فيه اسمه أنا أو سيلفي أنا موجود، الكاتبة محللة نفسية اسمها إلزا إدغار أصدرت الكتاب في عام 2016 وكانت تتكلم عن عملية التواجد والحياة الاجتماعية والصداقات والعلاقات اللي يمكن تصدر من خلال الإعلام الرقمي. في واحد من الأقسام عندها في هذا الكتاب تكلمت عن ظاهرة السيلفي، بأن ظاهرة السيلفي اليوم كثير من الناس يحاولون يتواجدون من خلالها، ولكن خلف هذا التواجد يوجد فقدان للتواجد بينه وبين نفسه، فتلقاه قدام الكاميرا أو قدام السيلفي أنا أحسن إنسان، تحسه فعلا إنسان له وجود، ولكن للأسف هو غير موجود أصلا. وأتوقع أن حنا شفنا نماذج منهم كثير عندنا سواء في السعودية أو في الخليج أو في العالم العربي، ناس فقاعة طلع لهم صيت تحس كل اللي يتكلم عنهم، ولكن بمجرد اختفائهم بعد ثاني يوم الناس نستهم. بالمقابل يوجد ناس تواجدوا قد لا يكون عندهم جمهور مرة كبير ولكن غابوا، وإلى اليوم رغم لهم سنوات تكتب اسمهم تجد في ناس شبه يومي يتكلمون عنهم ويبحثون عنهم ويدورونهم وفاقدينهم الناس فعلا. وينك أنت؟ ليش ما تجي؟ لأنك كنت موجود. كم كان يتابعك؟ مليون، مو 10 مليون، بس المليون هذولا أنت متواجد في حياتهم بشكل رئيسي، يأخذون منك معلومة، يستفيدون من طريقتك في الكلام، يستفيدون من معلوماتك حتى وإن كانت تخصصية في قطاع معين تفصيلي ضيق مو كل الناس تنتبه له، ولكن أنت موجود في حياة هذول الناس. وتجد القسم الثاني أصلاً
عنده مليون ما يبونه يكون موجود في حياة كل الناس، فتجدهم دائما يحجمون عليه وتلقى ضده ناس مرة كثير، والحد فعلا ما يختفي، هو يتأثر نفسيا ويتعب ولا يكون موجود. وهنا نرجع للنقطة الأولى، أنه أحيانا الإنسان يجتهد عشان يكون موجود، ولكن للأسف يكون تواجده خطأ، هو تحت مبدأ أنه هذه أسرع طريقة للتواجد. تواجد أحيانا ياخذ وقت، ترى ياخذ وقت طويل، يمكن ما تكون متواجد اليوم، بس مهم انك تهتم انك تكون متواجد بعد 5 سنين من خلال النقاط اللي تكلمنا عليها والاشياء المشتركه اللي موجوده، وادخل داخلها بتلقى فيه تفصيل كبير داخل كل نقطه بتفيدك مره كثير. التواجد في الاعلام ترى يا جماعه الخير شيء جدا خطير، شيء مو بعادي صراحه، ومؤثر جدا كثير. اعرف اليوم اصبح الكل سهل جدا انه يدخل في هذا المجال، وعلى تخصصات مختلفه. زمان اللي كانوا يطلعون في الاعلام هم ناس اعلاميين، اليوم الكل أصبح إعلامي بناء على تخصصه أو توجهه. في ناس لو تبحث عنهم راح تجد أنهم فعلا متواجدين بشكل رائع، رغم أن ما عندهم جماهيرية جدا عالية، وبعضهم عنده جماهيرية جدا عالية. لكن اليوم سؤال جدا مهم، هل اليوم أنك تكون موجود بالشكل السلبي بجماهيرية كبيرة، وتكون موجود بجماهيرية أقل ولكن بشكل مؤثر وممتد وثابت، ويعتبر وجودك أصل على سنوات مرة طويلة؟ اكتب لنا في التعليقات مين من الأسماء اللي أنت تشوفهم موجودين اليوم في الإعلام، لأنه في ناس كثير يشوفون ويتعلمون منهم. أنا أشوف مثلا من أروع الناس اللي موجودين، ودي صراحة أسمي عشرات مئات من الأشخاص اللي أنا أحب أتابعهم دائما، لكن جاء كذا على بالي مثلا الشباب في 8، عبد الرحمن أبو مالح، عمر الجريسي في سقراط، مشهورة بيان استفدت منه كثير في سوالف بزنس، حاتم النجار، والشباب اللي في 8 بشكل عام، الدكتور محمد الحاجي، والبودكاست الرائع اليوم اللي يتكلم عن الجينوم وعن الشخصيات وعن التحليلات. روح مثلا لسناب شات بتلقى مثلا نايف حمدان ومحمد الروقي كيف يتكلمون عن التاريخ، ومبدعين وملهمين فيه جدا، ويضيفون لك فعلا قيمة تاريخية رائعة. بتدخل مثلا على التقنية بتلقى عبد الله السبع، عبد الله السبيعي، فيصل السيف، وناس من مختلف الدول العربية، بس أنا أتكلم عن اللي في السعودية لأنهم أصدقائي وأشوفهم دائما، فهم اللي طروا على بالي من البداية. يعجبني مثلا شخص رائع جدا في تيك توك، عنده قناة اسمها تخيل، هذا يعطيك معلومة بتخيل بعضها ما تتجاوز يمكن 20 ثانية، ولكنك فعلا تحس انه موجود ومؤثر في حياتك. في اليوتيوب مثلا بتشوف الزملاء لنا كثير يصنعون محتوى بشكل فردي، ولكنهم فعلا موجودين في حياة ناس كثير، عمر فاروق، جو حطاب، أنس اسكندر الله يذكره بالخير في قطاع السفر والسياحة، وناس كثير ملهمين ومبدعين وصنعوا فعلا أثر في حياة الناس حتى لو كان بمعلومة واحدة. متواجدين، ما أخذ منهم الموضوع ترى سنة ولا سنتين، ما بوم كذا قفزوا. عمر فاروق أنا أذكر أول فيديو لا توقع عام 2012-2011، نزل فيديو بسيط مع عامل ينظف برحة وبشكل بدائي، واجتهد لي. جو حطاب له قصة جدا رائعة، إنسان متغرب في عشرات الدول في العالم ويتعب في الإنتاج ويجتهد. جلست معه مرة جلسة خاصة، قاعد يكلمني عن قصته في عملية البحث عن التواجد بشكل إيجابي. ترى يا جماعة أخذ منه الموضوع وقت طويل، وتعب على نفسه مرة كثير، وكان يبحث عن إضافة قيمة في حياة الناس أكثر من أنه يبحث عن جمهور، ولكنه اليوم متواجد. فلا تستعجل في عملية التواجد، ولا تتواجد في شكل خطأ، لأن التواجد بشكل خطأ يعتبر فقاعة سواء في الحياة الواقعية أو في الحياة الرقمية. ابحث عن اللي يجعل تواجدك له جذور في الأرض بشكل واضح ومتقن ودقيق جدا. ختاما، أنا اليوم ماني جاي أسمعك كلام من النوادر، أنا جاي أسولف لك عن البديهيات النادرة، الشيء اللي أنت تعرفه وأنا متأكد أنك تعرفه، ولكن مهم أني أنا أذكرك فيه وأنت تذكرني أيضا بالتعليقات عن أشياء قد أكون أنا ناسيها، ومهم جدا أني أنتبه لها وأهتم لها. ترى يا جماعة إحنا عندنا في حياتنا كل مقومات النجاح وكل مقومات الإبداع وكل المقومات الرائعة اللي تجعل حياتنا فعلا مميزة، ولكن للأسف ترى هي مثل المفتاح اللي بيدك ضايع وانت تدوره، بيدك هو مفتاحك ولا نظارتك اللي على راسك وجالس تدورها على الطاولة. ترى هذه هي بالفعل البديهيات النادرة، هالأشياء اللي حولك موجودة، مي بصعبة، لكن يحتاج انك تعرف كيف تشكلها وتعدلها وتحسنها عن طريق شخصيتك، عن طريق بيئتك، عن طريق عملك، اجتهادك وبحثك وتواجدك، وستصبح في مكان أنت لم تتوقع أن تصبح فيه في يوم من الأيام. أتمنى أني أنا
ولعت اللمبة اللي في راسك وسولفت أنا وياك اليوم عن أشياء تهمني أنا وياك. اكتبونا في التعليقات إيش الأشياء اللي تحس أنها ممكن تساعدنا في الانتقال لخطوة قادمة أفضل في حياتنا تخلينا ناس كويسين. وتأكد بأنه هذه الفيديوهات إلى اليوم هي يعني لأجل الفائدة فقط، نبي بس الناس تعيش حياة رائعة ونرى فيها ناس مبدعين أكثر. شكرا متابعتكم، شوفوا الفيديوهات اللي صورناها في منصة جيم ولقاءات الخطوة القادمة، وأيضا تابعوا قناة نبذة. نبذة قناة فيها اليوم منتجين وجالسة تزيد منتجاتها أكثر، فيها حكي، فيها شور حكي، برنامج نقيمه هنا في منصة جيم، نجيب مجموعة من المتحدثين يقولون تجاربهم للناس، وشور هو برنامج نجيب متخصصين نأخذ استشاراتهم بشكل مختصر وواضح لعلهم يفيدون كثير من الناس. وقريب إن شاء الله بتشوفون أكثر من منتج مطلق. لا تنسى تتابع القناة، وإذا في أحد تحسنا بيستفيد من الفيديو ارسل له هذا الفيديو خليه يستفيد منه. أنا أوعدكم دائما ما أقطع، بس إن شاء الله ما أقطع، إن شاء الله الجاي بيكون أزين. شكرا جزيلا، في أمان الله.